مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. النهاردة يوم دور 8 في البطولة الأفريقية لكرة الطائرة سيدات اللي بتقام في النادي الأهلي. طريقنا للنجمة 10، طريقنا للنجمة مهمة جدا محتاجينها وعايزينها وعارفينها في الطائرة سيدات، دايما في المحافل الأفريقية دايما بتشرفنا ودايما بتعمل ماتشات كويسة وبطولات قوية جدا. لكن النهاردة مباراة الأهلي والشمس مباراة مختلفة جدا، لأن الأهلي والشمس مصريين، الاثنين بيلعبوا مع بعض، حافظين بعض، عارفين بعض. خارج الخطوط كمان عندنا كباتن كبار جدا، كابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي، وبرده الناحيه الثانيه في نادي الشمس معانا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن تهاني توسن، هي المدير الفني لنادي الشمس. اول مره في تاريخ تهاني توسن تقف الوقفه دي، يعني ايه تقف جوه صاله الاهلي؟ مش بالفانيله الحمراء، لابسه تيشيرت ثاني خالص، تيشيرت نادي الشمس، بس هو ده الاحتراف وهي دي الرياضه. النهارده عندنا نجمه كبيره مشرفانا، نجمه عملت لمصر كتير في الكره الطايره، هي كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، وفي الكره الطايره كابتن منى عبد الكريم، وهي المذيعه المتالقه جدا جدا، هي اللي هتكون معانا على الول النهارده. هنتكلم معاها في حوارات كتيره جدا عن الكره الطايره، لان لازم هي يعني نستفيد معاها ونقدر ناخد منها حاجات كتيره النهارده في الكره الطايره. كابتن منى اتفضلي. نورانا. شكرا يا خالد، بالتوفيق ان شاء الله. يا رب اتفضلي يا كابتن منى. التوفيق للاهلي في التتويج وفي بطوله زي العاده، تنظيم جيد من النادي الاهلي واكثر من رائع. تنظيم بس كابتن منى كان ليكي دور اساسي في نقل الماتشات، محدش يقدر يغفله. لازم نقول لك شكرا جدا ان انت بنت الاهلي وتعبت كتير في نقل المباريات. الحمد لله كان في تعاون كبير الحقيقه بين قناه الاهلي والهيئه الوطنيه للاعلام برئاسه الاستاذ حسين زين، ومنحوا شاره بس كل المباريات مش مباريات الاهلي فقط عبر قناه النادي الاهلي، ومن هنا بنوجه ليهم كل الشكر. يعني احنا بنوجه لك كل الشكر يا كابتن منى، انت مشرفانا النهارده. بس احنا عرضنا تاريخ، نتكلم عن البطولات الافريقيه بصفه عامه، عرضنا تاريخ. التاريخ ده قدام الاتحاد الافريقي واخدناه عرض كتير جدا وشرحناه للساده مشاهدين. لقيتك بتكلميني وقلت لي خالد اقف شويه، صحيح. التاريخ ده مش فيه غلط، بس التاريخ ده ممكن يحصل فيه كلام كتير بسبب ان كان فيه بطولات افريقيه لابطال الدوري وبطولات افريقيه لابطال الكؤوس، فاختلط الامر. فعايز اشرح، يعني عايزين نعرف ايه الفرق هنا بالظبط قبل ما نستعرض التاريخ اللي هو حضرتك قلت عليه. كان في كل سنه بتقام بطوله افريقيا للانديه ابطال الكؤوس وبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. فكان من حسن حظنا يعني كنادي اهلي فائز بالبطولتين المحليتين في مصر انه بيشارك في بطوله افريقيا ابطال الكؤوس وابطال الدوري. فله القاب في ابطال الكؤوس وله القاب في ابطال الدوري، لكن حصل نوع من الارشفه، التداخل، الدمج بين الاثنين في بطوله واحده، فمن هنا بس جه الارقام والسنين. طب انا هو 9 القاب فعلا النادي الاهلي في بطوله ابطال الدوري ولا 9 القاب؟ مفيش 10؟ 9 ان شاء الله العاشر جاي. تمام. 9 القاب ابطال دوري كويس، و8 ابطال الكؤوس. و8 ابطال الكؤوس دي اللي هي الاجمالي بتاع النادي الاهلي، 17 بطوله افريقيه للانديه. صحيح، مظبوط. طيب خلينا نستعرض التاريخ لفريق كره الطايره سيدات، او التاريخ اللي كابتن منى عبد الكريم بيتكلم عليه، نحطه ونشوف هنقول ايه عليه حالا. طيب سنه 86 الافريقي التونسي. نعم. الافريقي التونسي قعد 4 سنين من 86 ل 89. صحيح، كان عنده جيل مميز جدا. ده الاتحاد الافريقي. صحيح، ده الاتحاد الافريقي يا جماعه، بس قولوا لي الاتحاد الافريقي خلاص. ده الاتحاد الافريقي، نستعرضه سريعا. 4 بطولات من 86 ل 89. الاهلي المصري بدا 90، الانابيب الكيني 92 97 بجايه، البطوله من 93 ل 96 على الورق ده ما كانش بتلعب، قعد 4 5 سنين. هنكمل الانابيب 98، الاهلي المصري 99 2000، الانابيب 2001، الانابيب 2002، الاهلي المصري 2003 تاني، الانابيب الكيني 2004. نكمل الانابيب الكيني 2005، البنك التجاري الكيني 2006، الاهلي المصري 2007، السجون الكيني 2008، الاهلي المصري 2009، والسجون الكيني 10 و11. اتفضل. 12 13 السجون الكيني، 14 يعني 2014 المجمع البترولي الجزائري، 2015 و2016 الاهلي المصري، 2017 قرطاج التونسي، 2018 ولا يهم خالص ولا كتير انا عارف، الاهلي المصري في 2018. هنروح لتاريخ اللي كابتن منى بتتكلم معانا فيه وهتشرح لنا بالظبط ايه الفرق. اتفضلوا.
سجل بطولة أفريقيا للسيدات للكرة الطايرة من بدايتها. كويس. ده أبطال الكؤوس ده. كويس. أو الأبطال الدوري ده أبطال الدوري. ده أبطال الدوري يا كابتن منى. كان في جيل مميز للأفريقي التونسي، في عدد من اللاعبات مميزات جدا ويعتبروا من أساطير اللعبة في أفريقيا، عزة الفريدي، جوا بن زعرة، سونيا بن زينب. بس أساطير النادي الأهلي على المستوى الأفريقي كابتن منى. فعشان كده كانوا مسيطرين هنا في البداية. في الأربع بطولات. صحيح. وسواء أقيمت في تونس أو بره تونس كان فريق مميز جدا. كويس. بعدها عام 90 ما أقيمتش البطولة. بعدها 91 و92 بدأت كينيا تعمل فريق كبير وبدأت تهتم بأنها تستضيف البطولات الأفريقية. فدخلت بالبوسطة الكيني والأنابيب الكيني. فالبوسطة الكيني وأحرز اللقب مرتين 91 و92. 93 البطولة لم تقم. طب كابتن منى هنقف ثانية واحدة. أنا عندي نرجع معلش يا جماعة على 91 92 على عندنا الأنابيب الكيني. ده اللي هو اللي احنا كنا مستعرضينه، الانابيب الكيني. نعم. و92 انابيب الكيني. هنا البوسطة الكيني. نعم. هي اللي كسبت ابطال الدولة. نعم. يبقى دي كانت ابطال الكؤوس. نعم. تمام. اهو 90 91 زي ما احنا شايفين البوسطة الكيني. تمام. نخش على 94. 94 لم تقم يا كابتن منى برضه. ايوه 95 الانابيب الكيني، 96 لم تقم، 97 بيجايا الجزائري. كويس. 98 الاهلي المصري، ودي ما كانتش محسوبه لانه ده اول لقب ياخده النادي الاهلي، وكان ليا الشرف اني اكون وسط مجموعه اللاعبات اللي احرزت اللقب ده بقياده الكابتن رؤوف عبد القادر. يبقى ده 98 شهور. شهور انت موجوده فشهور ان 98 الاهلي المصري. اكيد هو في التاريخ فعلا اتكتب 98 كان الانابيب الكيني، فانا يعني باكد عليكي ان انت كنت جوه الملعب وقاعده في الملعب. 98 الاهلي احرز اللقب على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي، كان الاهلي بينظم البطوله. تمام. ويعني الصحافه كتبت كتير قوي، يمكن فاكره عناوين كتير يعني بنات رؤوف تستحق ان تزف بالدفوف، يعني حاجات جميله جدا. عظيمة كابتن منى بصراحه. فالحمد لله. انا بشكركم اولا على الكلام الجميل اللي اتقال في حقي في اول استوديو، لكن الحقيقه احنا كلنا كنا نغمات، يعني نغمات بتصنع سيمفونيه كلنا مع بعض. مفيش حد له الدور اللي لوحده او الدور الابرز، كلنا كان لينا ادوار بارزه في الملعب، وفي الدو والري والمي اللي عملوا السيمفونيه دي تحت قياده المايسترو كابتن رؤوف او غيره من المدربين اللي مرنونا. هايل. 99 الاهلي المصري، 2000 الاهلي المصري، 2001 الانابيب الكيني. تمام. نكمل. 2002 الانابيب الكيني، 2003 الاهلي المصري، 2004 الانابيب الكيني، 2005 الانابيب الكيني، 2006 البنك التجاري الكيني، و2007 الاهلي المصري، 2008 السجون الكيني، 2009 الاهلي المصري. ده تمام. نفس الترتيب اللي احنا ماشيين بيه بالظبط. كان الاختلاف في سنه 90 والاختلاف في 98 في الاوائل. طبعا. لانه كان ما كانش فيه اهتمام قوي بحكايه الاشرفه والتاريخ في الفترات الاولى من البطولات الافريقيه للسيدات. فيمكن ده اللي عمل مشكله، الدوبليكيشن في الامور. بالظبط. نكمل. 2010 السجون الكيني، 2011 السجون الكيني مظبوط، 12 السجون الكيني، 13 السجون الكيني، 14 هنا عندي مردية الجزائر، هنا المجمع البترولي الجزائري. صحيح. في 2014. ودي فترة تفوق للمنتخب الجزائري، مش بس كمان للمجمع البترولي، لكن كانت فترة زاهية جدا للمنتخب الجزائري للكرة الطايرة. تمام. 2015 الأهلي المصري، 2016 الأهلي المصري، 17 قرطاج، 18 الأهلي المصري، و2019 إن شاء الله تتحط في السجل يا كابتن منى. إن شاء الله مستنيين. لازم نسألك برضو إيه رأيك في بطولة أفريقيا؟ يعني إيه رأيك في المستوى الفني؟ إيه رأيك في بعد الدور الأولاني قبل ما نلعب الدور الثمانية، إيه رأيك في المستوى الفني لبنات أفريقيا بصفة عامة؟ بره موضوع النادي الأهلي، النادي الأهلي هنقعد نتكلم فيها أنا وأنت. صحيح. لا، الكرة الطايرة في أفريقيا في اهتمام كبير بيها. البطولة دي بيشارك فيها 17 فريق، أكبر عدد من الفرق بيشارك. تاني أكبر عدد، لأنه أكبر عدد كان في البطولة الماضية 19 فريق. فكل ما بيبقى فيه اهتمام بالمشاركة، كل ما بيبقى فيه الأندية عندها طموحات في البطولة. في أندية طبعا في التصنيف الأول،
كل أندية شمال أفريقيا اللي بتشارك، سواء المجمع البترولي الجزائري أو قرطاج التونسي، وطبعا الفرق المصرية وعلى رأسها من النادي الأهلي بيشاركوا بالدفاع عن اللقب النادي الأهلي. والفرق الأخرى سبورتينج والشمس عندهم مطمع دلوقتي بعد ما صعدوا لدور الثمانية. السيد فرقة جميلة جدا وفي اهتمام كبير بيها في مجلس إدارة نادي الصيد، وشاركوا في البطولة العربية وقدموا أداء كويس، والنهاردة بيشاركوا في البطولة الأفريقية. في فرق بتمثل دول زي رواندا ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار وغيره من الدول بيمثلها أندية في هذه البطولة. ده كويس جدا. أندية كينيا طبعا دايما بتنافس ودايما معمول لها حساب، عارف شخصية البطل بتبقى موجودة فيها، موجودة في كل فرق كينيا بالظبط. فأي نادي بيمتلك شخصية البطل بتقدر انك انت تعمل له ألف حساب. كابتن منى عبد الكريم، كابتن مصر رأيها ايه في الكرة الطايرة سيدات؟ أربع فرق من مصر بيشاركوا جوه البطولة، رأيها ايه في المستوى الفني للأربع فرق بصراحة؟ الأهلي في تصنيف لوحده بالنسبة لهم، الشمس وسبورتينج عاملين مستويات جميلة جدا، رغم أن الشمس بدأ بداية متعثرة شوية وخسر مباراتين متتاليتين 3-2 أمام المجمع البترولي الجزائري وجامعة نوكومبا الأوغندي، لكن الخسر 3-2 بيحصل على نقطة، ويمكن ده خدم فريق الشمس بقيادة النجمة الأسطورية الكبيرة تهاني توسون طبعا المدير الفني في أنها تصعد لدور الثمانية بعد كده، لأنها كانت محتاجة من آخر مباراة أمام السجون أنها تكسب 3-0 أو 3-1 لتتأهل، وهو ده اللي حصل فعلا. وعايزة أقول لك حاجة، يعني قبل ماتش أسيك ميموزا اللي هو المباراة قبل الأخيرة للشمس، قابلنا تهاني بقى وهي زميلتنا طبعا، واختنا وعشة العمر كله، انا ونجلاء فوزي طبعا، فقلنا لها تعبتينا توتو كل يوم 3-2 3-2، قالت لنا ايه رايكم بقى ان انا هكسب اسك ميموزا وهكسب السجون الكيني؟ لا 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 والله العظيم. وده اللي حصل فعلا. شخصية البطل برضه عند كابتن تهاني توصل صحيح موجوده صحيح. طب ناتالي نواميشي من توجو بتفوز بجائزه اللجنه الاولمبيه الدوليه عن المرأة والرياضة، رأيك يا كابتن؟ طبعا دي حكم دولي في الكرة الطايرة من توجو، شيء جميل جدا. جائزة المرأة والرياضة بتمنح سنويا من اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2000. هي دلوقتي النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية التوجولية، وسيدة مميزة جدا في عالم الرياضة. أنا بتمنى يحصل ترشيحات من مصر بصورة مستمرة لأن إحنا عندنا بطلات وسيدات ليهم أيادي بيضاء على الرياضة المصرية. يعني صدقيني كنت هسألك السؤال، إحنا عندنا نجمات زي ما أنت قلتي وبطلات بأيادي بيضاء، ليه ما ترشحناش؟ ليه ما عندناش الثقافة اللي إحنا نرشح من عندنا بصراحة؟ والله أنا بوجه سؤالك ده للجنة الأولمبية المصرية وبتمنى أجد رد. يعني أتمنى من اللجنة الأولمبية المصرية إن يكون في رد، وفي يعني لازم يكون نرشح سيدات من عندنا، لان ده حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا ان سيداتنا يطلعوا للمناصب الدوليه. حاجه بتشرفنا زي ما الرجاله في المناصب الدوليه نكون عندنا سيدات في المناصب الدوليه. خلينا نروح لمواجهات النهارده ومواجهات الربع النهائي، وهي المواجهات اللي هي ايه لا تقبل اسم على اثنين. والمباراه الاولى المجمع البترولي الجزائري والجمارك النيجيري، ويفوز المجمع البترولي الجزائري بنتيجه 3-0. نتيجه طبيعيه متوقعه، وهي مباراه سهله للمجمع البترولي في دور الثمانيه. قرطاج التونسي كمان 3-0 فاز على فابن كاميروني، برضو خبرة قرطاج التونسي حسمت المسألة دي، رغم أن فاب شاركوا في البطولات الأفريقية كتير، لكن قرطاج التونسي عنده جيل من اللاعبات مميز جدا، وهو نادي نسائي أصلا، يعني النادي النسائي القرطاجي في تونس فمهتمين جدا بالرياضة النسائية. فالنتائج جت طبيعية في المباراتين، والسبورتينج والأنابيب بيلعبوا دلوقتي. رأيك إيه المقابلة بين البطل وبين صعود لنادي سبورتينج في البطولة الأفريقية؟ صعبة. الأهلي إن شاء الله إذا تمكن من الفوز النهاردة في دور الثمانية هيلتقي مع الفائز من الأنابيب الكيني وسبورتينج المصري، وفي انتظار الفائز يعني يتمنى سبورتينج يكسب إن شاء الله. هل ممكن سبورتينج كمان يقدر يكسب الأنابيب الكيني النهاردة زي ما الشمس كسب السجون الكيني، ولا في فرق؟ إذا واصل نتائجه الكويسة في الدور الأول، وإذا البنات صدقوا إن هم يقدروا يعملوا حاجة في البطولة الأفريقية، هيقدروا يعملوا حاجه قدام الانابيب الكيني. نتمنى ان نادي سبورتنج ان شاء الله يكسب الانابيب الكيني، لان ده فريق مصري واحنا بنشجع كل الفرق المصريه في البطولات الافريقيه، لكن ان شاء الله باذن الله بناتنا النهارده يقدروا يعدوا دور الثمانيه. مباراه مهمه ومباراه قويه. خلينا نستعرض مشوار الاهلي في دوري المجموعات كان ايه بالظبط مع الثلاث فرق. الاهلي لعب ثلاث مباريات مع كانون الكونغولي
وكسب 3-0، ومع يو اس اف اي البوركيني كسب 3-0، ومع الجمارك النيجيري 3-0. رايك ايه يا كابتن؟ المجموعة كانت طبعا سهلة بالنسبة للنادي الأهلي في الدور الأول، بس ده لأنه لوائح الاتحاد الأفريقي بتقول كده، بتقول إن البلد النادي المستضيف على رأس مجموعة، وإن الثلاثة الأوائل على رأس مجموعات الثانية والثالثة والرابعة، فأصبح النادي الأهلي على رأس مجموعة وهو في نفس الوقت البطل، واخده الثاني والثالث والرابع على رأس المجموعات الثانية والثالثة والرابعة. ما فيش ناديين من بلد واحده بيقعوا في مجموعه واحده في نفس المجموعه، فبقت القرعه ماشيه في محكومه خلاص. فاصبح انه النادي الاهلي مبارياته يمكن اسهل المجموعات في الدور الاول، لكن ده ما يقولش ان مشواره هيبقى سهل، لانه ما دام مجموعته سهله في الدور الاول يبقى هيقابل فريق كبير جدا بعد كده في الادوار اللي جايه. خلينا نشوف كده، ده مشوار الاهلي. خلينا نستعرض مشوار نادي الشمس في دوري المجموعات بقياده الكابتن هاني توسون. نادي الشمس لعب اول مباراه مع المجمع البترولي، خسر 3-2 مع نوكوب الاوغندي. اعتقد دي كانت مفاجاه بالنسبه لي شخصيا، 3-2 خسر، وفاز على اسك موزه 3-0، وفاز الحمد لله على السجون الكيني 3-1. صحيح، كانت المفاجأة الحقيقة أنه الشمس كان ماشي كويس جدا في المباراة الأولى أمام المجمع البترولي، لكن المباراة تحولت لأنه الفريقين قدوا مباراة كبيرة جدا. المباراة دي أطول مباراة قعدت في البطولة الأفريقية حتى دلوقتي، استمرت حوالي 2:10، وده كتير في الفولي بعد ما القانون اتغير ل 25 نقطة، وأي كرة بنقطة كان زمان ممكن نقعد ساعة إلا ربع مثلا عشان النقطة، لأنه لازم يكون معاك الإرسال. لا دلوقتي اسهل يا كابتن منى برضه، يعني الامور بتجري بسرعه. صحيح، فالمباراه قعدت 2:10. المباراه الثانيه كانت مفاجاه كبيره لينا، خساره الشمس امام جامعه نوكومبا الاوغندي، والنقطتين اللي خدهم الشمس النقطتين اللي خدهم نوكومبا من المباراه دي هم بس اللي خدهم من المجموعه كلها، يعني هو احتل المركز الاخير في المجموعه دي بالنقطتين اللي خدهم من فوزه على الشمس، لانه فايز 3-2 فهياخد نقطتين والشمس هياخد نقطه. كويس، نادي الشمس اعتقد كسب، يعني خسر 3-2 عشان ياخد نقطه، اعتقد فرقت معاه في الصعود في المرحله، في الدور الثاني فرقت معاه طبعا، انه خد شوطين الشمس بس كان لازم يفوز بالمباراه دي، يعني كان الفرق واضح، لكن هم لعبوها في ثاني يوم بعد المجمع البترولي الجزائري، وكان في اداء بدني كبير جدا وحمل نفسي كمان، لانه اللاعبات ما كانوش طالعين مبسوطين من الخساره امام المجمع البترولي. تمام كده، بكده عملنا مشوار الاهلي، شفنا مشوار الاهلي، شفنا مشوار نادي الشمس، لكن خلينا نروح لاحصائيات بين الاهلي والشمس، هنشوف الاحصائيات قالت ايه بين النادي الاهلي ونادي الشمس. الاحصائيات بتقول ان الاهلي فضل، ايوه، المواجهات النهارده الاهلي والشمس، المواجهات السنه دي الاهلي لعب مباراه مع نادي الشمس يا كابتن منى، والاهلي فاز بالمباراه. نعم. متوسط العمر 23 سنه بالنسبه للاهلي، 22 سنه بالنسبه للشمس، متوسط الطول 179 للشمس، الاهلي عفوا 177. كابتن الفريق نهله وسامح، كابتن الفريق دعاء عرفي، مدير الفني كابتن الكبير كابتن حمدي الصافي للنادي الاهلي، قدامه كابتن تهاني توسون من احسن يعني لعيبه ونجوم جت في تاريخ الكره الطايره. صحيح، افضل مركز للنادي الاهلي ذهبيه 9 مرات، ونادي الشمس فضيه واحده كانت على حساب النادي الاهلي، طلع كسب دور قبل النهائي. نعم. ووصل في اعتقد كانت بطوله امام قرطاج، البطوله قبل الماضيه بالظبط. نعم، وخسر 3-2 في الفاينل امام قرطاج كمان، وخسر 3-2. صحيح، عايزه اتكلم على الكابتن حمدي الصافي والكابتن تهاني توسون واولاد الاهلي في البطوله الافريقيه، لانه الشمس المدير الفني نجمه من نجمات النادي الاهلي التاريخيات طبعا، في ماجد مصطفى كمان مدير فني لسبورتنج. البصير عامل شغل كويس، بيحبوا بعض. اتفضلي. كابتن حمدي الصافي المدير الفني للاهلي وبيسعى للحفاظ على لقبه، وما شاء الله يعني الالقاب حدث ولا حرج ما شاء الله في البطولات المحليه والعربيه والافريقيه، فالنادي الاهلي له دور كبير جدا في شخصيه اللاعب اللي موجود عنده في صفوفه، لانه بعد كده بيقدر انه يكون في منصب قيادي زي مدير فني، وبيطلع مع فريقه يلعب بطولات افريقيه ويحرز القاب افريقيه وينافس عليها. فالنهارده اولاد النادي الاهلي مشرفين الاهلي في كل الانديه. حاسك من جواكي بسعاده ان اولاد الاهلي هم اللي ماسكين الفرقه في الطريق. صحيح، دي حقيقه صح؟ صح، دي حاجة جميلة جدا جدا، هم دول ولاد النادي الأهلي زي ما كابتن منى بتقول، ولاد النادي الأهلي في كل مكان. خلينا نشوف الجهاز الفني وتشكيل النادي الأهلي النهارده في مباراة النهارده مع نادي الشمس.
دي قائمه الجهاز الفني، المدير الفني كابتن حمدي الصافي، المدرب العام ياسر صلاح، ومدرب ايمن فؤاد، مخطط احمال رانيا عبد العزيز، محلل تقني شريهان سامح، ومدير اداري محمد مجدي، اداري ايهاب حسن، وطبيب ميران محمد، علاج طبيعي منة الله عادل. نخش على تشكيل النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. تشكيل النادي الاهلي النهارده رقم 1 آية الشامي، 2 ندى وليد، 4 مروة مجدي، 5 كاترين، 7 مريم مصطفى، 8 نهلة سامح كابتن الفريق، 9 شروق فؤاد. تمام. حداشر سارة أمين، 12 فريدة العسقلاني، 13 نرمين المنشاوي، 16 ميار خليفة، 18 رنا الجوهري، 19 سهيلة وفيق، و20 مريم متولي. نروح للجهاز الفني وتشكيل نادي الشمس سريعا عشان لازم نخرج لفاصل. هنخرج لفاصل يا كابتن منى، انت عارفه الفواصل دي متعوده طبعا. اتفضل يا كابتن منى. مدير فني تهاني توسن، مدرب مساعد محمود حنفي، ومحمود حنفي من ابرز اللاعبين برضو اللي مثلوا نادي الترسانه ومنتخب مصر قبل كده، مدير اداري اسامه علي، طبيب اماني عبد المجيد، مخطط احمال عبد الرحمن بسيوني. نخش نروح ونشوف دلوقتي قائمه نادي الشمس بقياده الكابتن تهاني توسن. اتفضلي يا كابتن منى. 1 ندى طارق، 2 نهال جمال، 3 بسنت محمد، 4 دعاء الغباشي، لعيبه اولمبيه طبعا في البيتش فولي دعاء، وهنتكلم عنها كتير لان عندها خصائص مهمه جدا. 5 يمنى عمر، 6 هانيا الشبيني، 8 سلمى شحتوت. تسعة آية خالد، 10 هنا المصري، 12 فرح شوكت، 16 يمنى عزت، 17 دعاء عرفي، 18 علياء هلال، و19 لمياء حسام الدين. خلينا يا كابتن منى انا بشكرك جدا، تعبناكي، عندك معلومات كثيره هنشوفها ان شاء الله وهنقعد نتكلم فيها، مش هنخلص الهواء النهارده غير ما ناخد كل المعلومات من حضرتك. شكرا يا كابتن منى. شكرا، بس قبل ما نخرج فاصل عايزه اهني كل امهات مصر بعيد الام. اتفضلي. واقول لهم لكل امهات الرياضيين لانه ليهم دور خاص عندنا كرياضيين، تابعونا واحنا صغيرين وفضلوا ورانا ويسافروا معانا وييجوا معانا ويحفزونا ويدعمونا ويوضبوا لنا مواعيدنا ومذاكرتنا. بشكرهم وبشكر امي من خلال البرنامج، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما في خير وسلام. طلعينا الفاصل. انت فاصل قصير نعود بعده مع الكابتن خالد العوضي والاستوديو التحليلي المتابع لمباراه الاهلي والشمس في الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للسيدات التي نظمها النادي الأهلي في الفترة من 14 ل 26 مارس على صالة الأمير عبدالله الفيصل. رجعتوا لنا بعد الفاصل عشان نرحب بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده في استديو تحليل مباراه الاهلي والشمس دور الثمانيه البطوله الافريقيه لكره الطايره سيدات بالنادي الاهلي، الطريق الى النجمه العاشره. كابتن شيماء عادل بنرحب بيك. اهلا بحضرتك كابتن خالد، منور. انت اللي منورانا. منورانا كابتن نجلاء فوزي. اهلا بيك كابتن خالد حبيبي. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. بنجدد مره اخرى ترحيب بكابتن منى عبد الكريم، كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر والمذيعه المتالقه. كابتن منى منورانا. انت اللي منور دايما كل البرامج اللي بتقدمها بنتابعها على قناه. الله يكرمك يا كابتن منى. كابتن منى هنبدا معاكي مباراه الاهلي والشمس، مباراه لا تقبل اسمها على اثنين، وهي مباراه العبور الى دور قبل النهائي. شايفه عنوان المباراه دي ايه النهارده؟ عنوان المباراه يعني اكون او لا اكون، يعني الشمس يعني ما ينفعش الاهلي يستهين بيه لانه فريق يملك مقومات كبيره. اولا عنده مدير فني بيفكر. تمام. عنده المدير الفني ده عنده خبره طويله في افريقيا وعنده حسن تصرف، يعني عنده حلول. تاني حاجه اللاعبات صحيح صغيرين في السن اللي موجودين في الملعب، لكن عندهم من المقومات البدنيه وعندهم كمان من الدفاع الجيد وعندهم ارسالات قويه وعندهم ضرب ساحق وبيخلصوا كويس على الشبكه. ده غير انه في بلوكات كويسه،
فلازم برضو أعمل حساب إن في منافس أمامي. النادي الأهلي يمتلك ما يمكنه التفوق به برضو، لأنه عنده لاعبات بيخلصوا من كل المراكز، من المنطقة الأمامية والمنطقة الخلفية، عندهم خبرات أكبر، عندهم استقبال كويس، يعني لازم يركزوا فيه عشان يتحسن أكتر عن المرات اللي فاتت أو المباريات اللي فاتت. يمكن المباريات اللي فاتت كانت أسهل، لكن بداية من النهاردة لازم تركيز أكبر في المهارة دي تحديدا، وحسن تصرف بقى إن شاء الله من البصير على الشبكة شروق فؤاد يكون طبعا. فيه الاختيار المناسب والقرار المناسب إن شاء الله. طول عمر البصير في الكرة الطايرة هو أساس الكرة الطايرة، هو اللي بيخلي الملعب ده يا إما يروح في اتجاه الضرب الساحق يا إما يروح في اتجاه تاني. يتمنى من شروق فؤاد النهاردة التركيز ثم التركيز ثم التركيز. كابتن شيماء، في مقولة قالت لي والناس كتيرة في الفولي إن الأهلي كانت مجموعته سهلة فما لعبش ماتشات صعبة، لكن نادي شمس دخل في البطولة بالماتشات القويه زي المجمع البترولي، زي سجون الكيني، زي نكومبا، يعني الموضوع مختلف شويه، رايك؟ والله هو نادي الشمس كان حظه اقوى مننا شويه في الفرق اللي هيلعبها، يعني هم كانوا اقوى، هم اقوياء جدا صراحه. فاعتقد ان ده ادى يعني جزء لنادي الشمس ان هو يحتك شويه اكتر مننا، ان هم يلعب مباريات قويه زي لما لعب مع المجمع البترولي، ولما لعب مع اسك ميموزا ونيكومبا الاوغندي وخسر من المجمع البترولي وخسر من نيكومبا الاوغندي وكسب بعد كده السجون الكيني واسك الايفواري. فاعتقد هم بس الحظ كان معانا ان فرقنا فعلا ما كانتش قد المستوى، لكن هم يعني مجموعتهم كانت اقوى طبعا نسبيا مننا، لكن احنا يعني واخدين البطوله بالتدريج، يعني بالتدريج من الاول للاخر، واحنا ان شاء الله كده خلاص احنا دخلنا في الجد لدور الثمانيه، خلاص لازم ان شاء الله لا بديل عن الفوز، لازم نعمل كل اللي نقدر عليه. واعتقد ان الماتش اللي فات كان بدايه يعني تسخين او بروفا للحصول على اللقب باذن الله. كويس. كابتن نجلاء، النادي الاهلي 2017 لاعب نادي الشمس المصري في الدور قبل النهائي، وخلص المباراة نادي الشمس وتأهل نادي الشمس على حساب النادي الأهلي المصري. هل المباراة دي زي المباراة دي ولا إيه رأيك فيها؟ لا إن شاء الله الرحمن هيبقى فيه أكيد، كابتن حمدي عامل حسابه كويس جدا إن هو هيقابل فريق قوي زي فريق نادي الشمس النهاردة. فريق نادي الشمس في فرق بينه تشكيله فرق كبير قوي في البطولة دي عن العكس البطولة بتاعت 2017. في غياب كتير، أربع أفراد أو أربع لاعبات مهمين جدا في نادي الشمس، أولهم كابتن يسرى عبد الكريم بصيرة، كاتب هذه بصيرة بتاعت نادي الشمس في الوقت في وقتها، ندى معوض وسارة معوض ونور معوض، دول من أهم اللاعبات اللي ميزت فريق نادي الشمس في البطولة الأفريقية اللي قامت 2017 اللي كانت في تونس. تمام. البطولة دي طبعا فيها لاعبات صغيرات السن، لاعبات كويسة زي دعاء الغباشي، لعيبه هي اكبرهم سنا دعاء الغباشي، بس في يمنى وفي هنا المصري وفي هانيا البصير وفي ايه خالد سنتر بلوك بتاع نادي الشمس، لاعبات مميزات برضو بس ناقصهم الخبره، بتفرق كتير قوي في البطوله دي. تمام. كابتن منى، لو دخلنا جوه المباراه وتعمقنا في المباراه وشفنا فريق نادي الشمس، عندهم دعاء الغباشي، عندهم علياء هلال لعيبه منتخب مصر، عندهم نجمات كتيره في ارض الملعب، يعني داخلين منتخب مصر الكبير، بس لسه الخبره في فرق خبرات بينها وبين لعيبه النادي الاهلي. شايفه نادي الاهلي يقدر يدافع على النادي الشمس النهارده ازاي؟ هل السنتر بلوك، هل البلوكات، هل الدفاع الخلفي؟ راي حضرتك ايه في المباراه؟ المهارتين الاساسيتين النهارده عند الاهلي الارسال والاستقبال. هايل. لازم استقبال يكون كويس، لازم الإرسال يكون موجه ويكون يعني معروف تماما، وأكيد الكابتن حمدي قال لهم بالظبط فين الإرسال وفين نقط الضعف وفين نقط القوة عند المستقبلين في نادي الشمس. شايفه ان هيبقى في دور كبير جدا لبصيره النادي الاهلي شروق فؤاد، لانه في بلوكات عاليه عند نادي الشمس ولازم انها تحاول تخلخل البلوك الناحيه الثانيه وما يبقاش عارف شروق هتدي الكوره لمين، وده هيساعد اكتر انهم يخلصوا الكوره
بطريقه افضل. كلمتيني على استقبال الكوره، استقبال الكوره بنتكلم على مريم مصطفى، بنتكلم على نهله، بنتكلم على الكاترين، بنتكلم على الخط الخلفي بمعنى الاصح. استقبال الكوره كان في بعض الكور في الماتشات اللي فاتت كانت بتعدي كده، ما كانتش يعني البنات بتموت نفسها عليها. نعم. بص هنلتمس العذر في مباراه الافتتاح، لانه مباراه الافتتاح دايما بتكون صعبه على اي فريق، بيكون لسه ما دخلش في جو البطوله، بيكون لسه في حاجات بتتجرب في الملعب متمرنين عليها لكن بتتجرب. لكن في مباراه القوات المسلحه البوركيني، هو على فكره اختصار الاتحاد الرياضي للقوات المسلحه اسفه، تقول لي من زمان عمال هلخبط اقول دي وبي واف وناس ايه تقول لي بتلخبط فيها. اتفضلي. الاتحاد الرياضي للقوات المسلحه البوركيني كان تاني مباراه كان المفترض انه يبقى افضل برضو. الجمارك النيجيري كان مفترض انه يبقى احسن لانه بتلعب قدام فرقه هي المركز الثاني في المجموعه وهي اقوى فريق في المجموعه. فالادوار في الاستقبال وشكل الوقفه وشكل التركيز في الاستقبال هيفرق كتير جدا يعني بالنسبه للنادي الاهلي النهارده. لما تستقبلي الكوره شروق فؤاد تقدر تشتغل عليها كويس. صحيح. يعني هو اهم مهاره عندنا النهارده ان نجباتنا في الخط الخلفي يقدروا يستقبلوا كويس عشان شروق فؤاد تعرف تشغل المراكز الثانيه. صحيح. مظبوط. طيب لو دخلنا نشوف فؤاد استقبلت الكوره كويس او بتبتدي تعد الكوره، بتعد لي عندنا نهله، عندنا انجي، عندنا ايه، عفوا معلش انا بتلخبط بينهم دايما، بتلخبط بين انجي الشامي وايه الشامي، اعذروني في الاثنين، بين ايه، عندنا كاترين، عندنا. رايك النهارده النادي الاهلي يستغل الضرب الامامي ولا الضرب الخلفي مع فريق نادي الشمس؟ والله هو الاساس ان احنا نستغل الضرب الامامي لان هو ده الاساس. لما بالكره بيبقى فيها بعض اللخبطه او كده والكره مش مظبوطه للباسير ممكن يلجا لان هو يرفع في مركز سته لكاترين او لكابتن نهله، بس كاترين هي اللي بتاخد النصيب الاكبر. اعتقد النهارده السلاح الاساسي بتاعنا هو الهجوم والهجوم السريع، او مش لازم على طول نبقى وان زي يعني، لا ممكن نعمل وان ليج اتاك ورا ده برضو بيخلخل البلوك قدامنا. ممكن نعمل سنتر مع سريع يدخل مركز اربعة اذا كان كابتن. معلش اعذرني، سنتر مع سريع، انا عارف سنتر مع سريع يعني سنتر، يعني سنتر السنتر ده لمركز أربعة، يا اما هتبقى نهله يا اما هتبقى كاترين او ساره امين. كويس جدا. بيبقى نوع من انواع الخلخله التمويل للبلوك قدامنا. ان هو يطلع يدخل السريع وفوقيه على طول السنتر. وممكن برضو بنعملها سي وبوش. يعني مش بدي بقى السريع مركز ثلاثة اذا كانت مريم متولي او فريده سريع، يعني بنمشي الكوره شويه وبنعمل بوش اسرع عشان ما ينخليش مركز ثلاثة الناحية الثانية كبلوك ان هو يلحق يوصل للطرف بتاعه من الناحية الثانية من مركز اثنين. وطبعا احنا عندنا آية بتشوط خلفي وبتشوط امامي، مفيش اي مشكلة ان شاء الله وربنا معاهم النهاردة. يعني زي ما احنا شايفين قدامنا ده ماتش الاهلي والجمارك النيجيري، ده كان اخر مباراة في الدور الاول للنادي الاهلي. كابتن نجلاء، ضرب اللاعبين عندنا من المراكز اربعة ومركز اثنين كويس هو الاساسي في الموضوع. شايفه نقدر نستغل النهارده الضرب على الزاويه ولا الضرب على الخط ولا نضربه فين بالظبط في ثغرات نادي الشمس؟ والله النهارده البلوك بتاع نادي الشمس بلوك عالي جدا، بيمتاز باللاعبات طويله القامه كويس وجنبهم عالي جدا. هي. عندنا السنتر بلوك، ودي تعتبر احسن سنتر بلوك في مصر كانت موجوده لولا الاصابه اللي حصلت لها، لاعبه ايه خالد بتاعت نادي الشمس. كويس. لاعبه عاليه جدا جدا كسنتر بلوك. في لاعبه سلمى شحتوت اللي نزلت من امريكا مخصوص عشان خاطر كابتن تهاني توسن تلعب معاها في البطوله الافريقيه، هي ما بتلعبش في الدوري. يعني ايه نزلت مخصوص؟ نزلت مخصوص ما كانتش موجوده. هي محترف في امريكا؟ لا لا، منحه دراسيه في دوري الجامعات. في دوري الجامعات، فكابتن تهاني اتصلت بيها هاتفيا والبنت تلبت الطلب ونزلت لكابتن تهاني قبل البطوله، قبل دخول المعسكر في اسكندريه بيومين ثلاثه، ونزلت حضرت البطوله معاها. لعيبه ممتازه، سنتر البلوك بتاعها عالي جدا برضو. النهارده احنا بنتكلم زي ما كابتن شيماء قالت على التمويه، احنا فعلا النهارده المفروض شروق تلعب فنتات كتير، احنا على ايامنا بنقول فنتات كتير. في السي والسنتر، والسي والسنتر اللي قصدها شيماء، السنتر بيبقى مسؤول لازم بيبقى فيه كره عاليه. لازم يبقى فيه كره عاليه موجوده عشان لو حصلت ان الكره ما طلعتش مستقبلها صح وبتاع، يبقى لازم لعيب بياخد الكره العاليه اللي هي الكره البايظه لعيبه اربعه. والسنتر ممكن كانت تخشه لعيبه اثنين او ثلاثه، بتخش السي او الوان على حسب الفنت. فده ممكن يحصل فيه خلل في البلوك بتاع نادي الشمس النهارده. تمام. كابتن منى، مركز ثلاثة هو مركز مهم جدا للتقفيل مع البلوك على مركز اثنين واربعة، ودايما فريدة عسقلاني او مريم متولي بيقفلوا
الملعب بشكل مختلف. شايفها النهارده النادي الاهلي يفتح زاويه الشوط ولا يقفل اللاين ولا يفتح ايه بالظبط قدام فريق زي نادي الشمس؟ انا شايفه انه لازم ينوع لعبه، لانه لو اتعرف اللعب منين هيتم وقف اللعبه دي او الخطه دي. كويس. فيعني اذا كان في تركيز ان انا ارفع سريع كتير او كده فمش هينفع، اذا كان في تركيز ان انا ارفع عالي برده مش هينفع، لازم يبقى في تحريك، لانه التحريك ده هو اللي بيعمل الغلطات الناحيه الثانيه. فاعتقد انه النهارده يعني شروق من البصيرة المحظوظين عندها خيارات كتيرة في الملعب، عندها نهلة سامح قلب الأسد في أربعة، وكاترين في أربعة، وكاترين كمان بدأت تضرب خلفي، عندها طبعا آية الشامي نجمة أفريقيا وأحسن لعبة في أفريقيا السنوات الأخيرة تضرب من واحد خلفي أو من مركز اثنين. عندها كمان مريم متولي وفريدة العسقلاني لازم يبقوا داخلين كل مرة ياخدوا الكورة يعني بجد، انا داخل اشوط الكوره مش داخل اموت. ساعات اللاعب بيبقى عارف انه داخل مش هياخد الكوره يعني، فيبقى داخل كده ايه يهزر. انا داخل وخلاص. حسيت يعني حسيت وانت بتكلميني ان انت ترفعي الكوره ان هو داخل صوره سريع مره واحده. صحيح. طيب خلينا برضو المراكز مهمه جدا وادوار مهمه جدا، ودور ليبرو نادي الاهلي النهارده مريم مصطفى، وهي بالمناسبه هي بنت كابتن هناء حمزه كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر كابتن مريم مصطفى، وهي من احدى اللاعبات اللي حاصلين على افضل ليبرو في افريقيا لسنوات كتيره. اتفضلي. هو طبعا النهارده مريم مصطفى ليها دور كبير جدا، لان لو ما طلعناش الديفنس من خمسه كويس او الاستقبال ما كانش كويس كل حاجه مش هتتظبط، طبعا بمساعده يعني فردتين اربعات الضاربات من اربعه اذا كانت نهله او كاترين او ساره امين. فالنهارده طبعا لازم تكون يعني منتبهه جدا جدا جدا. نحاول انا هي ما شاء الله عندها خبره كبيره جدا في اللعب، هي لعبت برده فتره طويله جدا مع ساره طلعت كابتن ساره طلعت ليبرو مصر، فعندها من الخبره ما يؤهلها ان هي تقدر تقرا الملعب وتقدر تشوف النقط او الاماكن اللي تقدر تبقى واقفه فيها صح، تبقى واقفه مع البلوك صح اذا كان البلوك خط او البلوك مفتوح او زاويه. فاعتقد ان هي لديها من الخبره ما يؤهلها يعني، وان شاء الله يبقى ماتش يعني موفق ليها النهارده والله المستعان يا رب. بما اننا بنتكلم عن الليبروهات تهاني برضو عندها تفكير، كنت لسه هقول لك على نهال جمال. يعني لسه هنقلك السؤال اقول لك لو عندنا احنا كابتن مريم مصطفى، هي كابتن تهاني عندها نهال جمال وهي برضو لعيبه منتخب مصر في نادي الشمس. نعم. نهال جمال ليها تاثير كبير جدا، لعيبه واقفه صح في الملعب، عارفه تتحرك ازاي، واقفه على طول على اطراف اصابعها وعينيها دايما على الكوره ومستعده انها تتحرك في اي اتجاه. من احسن اللاعبات في مصر دلوقتي نهال جمال. ومعاها طبعا يمنى عمر الليبرو الثاني، لكن تهاني عندها اختيار دايما بتعمله كمان بسنت محمد ليبرو. طولها 170 سنتي ومهاراتها الدفاعيه عاليه جدا. تهاني دايما بتستغلها انها تنزلها ورا. فصحيح هي مش بتلعب ليبرو، لكن بيبقى عندها فعليا اتنين ليبرو ورا يعني، فبتقوي الدفاع. فبما ان انا هبقى مقوية الدفاع، كان في دايما مدربين عندهم سياسة ايه، انا ممكن ازهق المنافس بانه كل ما يشوط الكرة اطلعها له، كل ما يحط بليسنج اطلعها له، فالماتش يطول، النقطة تطول، فبقدر ان انا ايه استنزف مجهوده، اقدر ان انا لياقة وكا بالظبط عايز يخلص الماتش فبطول له المقطع تبتدي يزهق في المباراة. بالظبط. ويمكن كمان دي بتبان اكتر في فرق الناشئين يعني، يمكن مهتمين بحكايه نضرب الكوره ونخلص الكوره وان هم بيخلصوا، لكن الفريق اللي بيبقى بيدافع كويس بيبقى متعب جدا لاي فريق. كابتن نجلاء لو وقفنا شويه عند كابتن حمدي صافي وكابتن تاني توسن، هما نجوم النادي الاهلي، هما تاريخ كبير في الكره الطايره، لكن هنقف عندهم بالدماغ الفنيه النهارده بعقلهم الفني جوه ارض الملعب، شايفاهم هيلعبوا ازاي اسلوب المباراه النهارده الاثنين؟ والله اذا كان كابتن حمدي علامه من علامات الكره الطايره وكابتن تهاني علامه من علامات الكره الطايره دي حقيقه، والاثنين يعرفوا بعض كويس جدا جدا وفاهمين دماغ بعض، هم لعبوا مع بعض في الدوري العام والنادي الاهلي فاز على الشمس 3-0،
فأكيد هم طبعا مركزين مع بعض، عارفين اللعب بعض، عارفين نقط ضعف لكل واحد. المشكلة ان احنا لما بنيجي نلعب اي فلاعب فرقة افريقية او فرقة شمال افريقيا ايا كان، بنتفرج عليها من خلال المباريات ونشوف ايه نظام لعبهم ونعمل سكاوتنج عليهم. في المرحلة دي للأسف المدربين حافظين بعض، عارفين نقط ضعف كل واحد عندهم فين، اذا كان الاستقبال هنا نقطة ضعفها ايه، والارسال مين اقدر العب على فين. فطبعا النهاردة المباراة صعبة جدا بين الطرفين، وهنلاقي فنيات عاليه جدا جدا جدا. لو حتى حصل اي شيء في الشوط الاول هتلاقي الشوط الثاني كابتن تهاني بترد على كابتن حمدي بطريقه معينه، كابتن حمدي هيرد على كابتن تهاني بطريقه معينه. يعني المباراه في الملعب وربنا يوفق الاثنين ان شاء الله. يا رب ربنا يوفق الاثنين، بس احنا عايزين النادي الاهلي يكسب. طبعا ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في مباراته مع نادي الشمس. خلينا نروح التقرير عن مباراه الاهلي ونادي الشمس في الدور الثمانيه في البطوله الافريقيه للكره الطايره سيدات، وترجعوا لنا مره ثانيه. يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حمد الصافي، مع نظيره الشمس الذي يقوده فنيا بنت الأهلي السابقة تهاني طصن، وذلك في إطار لقاءات دور الثمانية من بطولة إفريقيا للأندية رقم 30 التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 وحتى 26 من مارس الجاري. الأهلي يدخل اللقاء بعدما تزعم مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط حصدها من الفوز في كل مواجهاته وبنتيجة واحدة، ألا وهي 3-0 على كل من كانون الكونغولي، يو اس اف اي البوركيني، الجمارك النيجيري. بينما نجح الشمس في العبور للربع النهائي بعدما اقتنص وصافة المجموعة الرابعة، حيث تضاءلت فرصه في الصعود لدور الثمانية بعد خسارته لأول لقاءين أمام المجمع البترولي الجزائري ونكومبا الأوغندي، وذلك قبل أن يستفيق الفريق ويفوز في المواجهتين التاليتين أمام أسك الإيفواري والسجون الكيني. يأمل الأهلي في حصد اللقب العاشر له في تاريخه الإفريقي، فيما يسعى الشمس لحصد اللقب الأول له إفريقيا، حيث أن أفضل مركز حققه الفريق القاهري هو المركز الثاني عام 2017. كان الفريقان قد التقيا من قبل بنصف نهائي بطولة إفريقيا قبل الماضية والتي أقيمت بتونس، وفاز الشمس بنتيجة 3-2 قبل أن يخسر من قرطاج التونسي في النهائي. المارد الأحمر يأمل في عبور عقبة الشمس حتى يقترب أكثر وأكثر من حصد النجمة العاشرة التي تشتاق إليها الجماهير العريضة للقلعة الحمراء. زي ما شفنا تقرير عن مباراة الأهلي والشمس في دور الثمانية للبطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات، كان تقرير مهم بيتكلم على مشوار الفرقتين لما وصلوا لغاية ما وصلوا. لكن أنا ليا سؤال مهم جدا هسأله كابتن منى عبد الكريم، لأنها بسبب إن هي وكابتن تهاني طصن عشرة كبيرة جدا في الملاعب، ما سألتكيش سؤال مهم كنت لازم أسأله في الأول. وجود تهاني طصن على أرض النادي الأهلي لأول مرة في تاريخها، كانت بتحقق بطولات كتيرة، لكن النهاردة بتقف مش عايز اقول ضد النادي الاهلي، لكن بتقف مدير فني لنادي اخر في ارض النادي الاهلي، حاسه ده ازاي؟ وانا عارف انت قريبه من كابتن تهاني طصن جدا. تهاني حاسه انها عملت نتيجه طيبه جدا بصعودها لدور الثمانيه في البطوله الافريقيه وسط ظروف صعبه. تهاني هتكمل وهتلعب الماتش بجد، لان دي شخصيه تهاني. يعني لو لعبنا ماتش ودي هتلعبه زي ما بتلعب الرسمي. لو بتلعبوا يوم الجمعه بتلعب رسمي معاكم جدا، ما بتهزرش صح؟ انا عارف انتوا بتلعبوا كل يوم جمعه تقريبا يعني. صحيح بنلعب كل يوم جمعه كده، بس يعني مش زي زمان بقى اللي هو شويه بقى نجيب ليمون ونكمل وحاجات كده. منى بجد هتقف ازاي؟ جمهور الاهلي موجود وده اللي كان بيشجعها. نفسيتها ازاي؟ انا عارف هي برضو هي نفسيتها يعني مهمه جدا بالنسبه لها، بس ده الاحتراف اعتقد. بص هو ده الاحتراف، وتهاني ما يعني ما دربتش انديه بس، تهاني دربت منتخب مصر، فهي مدربه ليها قدرها وليها قيمتها، و
يعني كانت بتمرن منتخب مصر في وقت كان المنتخب الجزائري مسيطر على اللعبة في أفريقيا، ولعبت بمجموعة من الشابات والناشئات كلهم تقريبا أو أغلبهم كانوا تحت 20 سنة، وقدرت أنها تاخد ذهبية الألعاب العربية في الدوحة، وكانت مفاجأة جميلة جدا. النهاردة هي هتواصل ده، عايزة تعمل التاريخ وعايزة تكمل تاريخها كمدربة زي ما عملت تاريخ كلاعبة، فهي هتلعب بجد تاني، ما عندهاش يعني ما فيش يعني مجرد ان احنا نفكر ان تهاني هتبقى متأثرة. هي هتلعب على صالة النادي الاهلي وفي ارض النادي الاهلي واللي شهد بطولاتها وتاريخها كلاعبة، لكن خلاص هي فصلت بقت في موقف تاني دلوقتي. وما تنساش برضو انها مش هتقبل انه حد يقول ان تهاني بنت الاهلي ما لعبتش بجد قدام الاهلي مثلا يعني، وانت عارف ان دول كتير قوي موجودين. كابتن منى كتير هيقعدوا يتكلموا. انا همشي مع كابتن منى، لكن انا هقف عند نقطه واحده. وجود تهاني توسن في ارض النادي الاهلي في مباراه قدام جمهور النادي الاهلي، اعتقد الموقف يبقى صعب جدا عليها جدا، لكن هي هتؤدي دورها كمدير فني. كل التوفيق لفريق الاهلي النهارده في مباراه النهارده امام نادي الشمس، وكابتن تهاني توسن اكيد احنا بنشكرها ان هي قدرت توصل لدور الثمانيه باذن الله، بس مش قدام الاهلي يعني، سيبها قدام الاهلي كده تسيب لنا الماتش زي ما بيقولوا. نخش على او نروح للارسالات، حاجه طبعا حاجه ده عادي. هنروح للارسالات، والارسالات كان شيء مهم، بس برضو هرجع للثلاث ماتشات معلش هو اللي كانوا بيلعبوا قدامنا. البنات برضو بيجي في وقت بيقوموا مريحين مننا الارسالات، او الارسالات ما بتعديش حتى. هو النهارده ان شاء الله ما قدامناش غير ان احنا نبدا هجومنا بالارسال، لازم الارسال يكون موجه ويكون مباشر ويكون فلوتر. وهو اكيد هم احنا قلنا قبل كده لازم قبل ما بخش يعني ماتش او مباراه لازم اكون مدرسه الخصم اللي قدامي كويس قوي، فاعتقد ده اللي حصل النهارده. احنا عندنا في يعني لاعبات متميزات جدا في لعب الارسال زي فريده العسقلاني ومريم متولي، وعندنا ايه الشامي، وعندنا نهله، وعندنا ساره، بس برضو قدامهم الناحية التانية في لاعبات في نادي الشمس موفقات جدا في الإرسال، عندنا زي دعاء الغباشي، عندنا زي أي خالد، وعندنا زي سلمى شحطوط وعليا هاني إرسالاتها كويسة جدا. فأعتقد أن احنا النهاردة الماتش أنا شايفة أنه ماتش صعب جدا. احنا كنا في المباريات اللي فاتت بنقول احنا يعني وان سايد جيم، لا النهاردة الماتش بايخ شويه متضايقه قلقانه من الماتش. احنا مش هنقدر نحدد النتيجه، بس انا طبعا ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب، بس هي النتيجه هتبقى في الملعب لغايه اخر وقت بقى، يا 3-0 يا 3-1 يا 3-2 يا رب يا رب. على ذكر دعاء الغباشي قلنا هنا على الوول واحنا واقفين ان احنا نتكلم عن دعاء الغباشي لانها لاعبه اولمبيه بتلعب بيتش فولي بول او كره طايره شاطئيه. اللاعبه دي عندها خصائص طبعا، هي بتلعب على الرمل تقيل، بتلعب على الصاله المغلقه بتبقى خفيفه جنبها عالي، الموضوع مختلف خالص بين الرمل وبين الارض الصلبه بالظبط، حتى الحركه نفسها، الجري، الثبات الانفعالي، التحدي، الثقه بالنفس، عندها خصائص كبيره جدا، عندها روح عاليه، عندها روح عاليه جداً. لان البيتش فولي يعني محتاج خصائص معينه، اثنين بس بيلعبوا في مساحه يمكن الملعب 9×9 بالنسبه للفريق اللي بيلعب 6 داخل القاعات، لكن بالنسبه للبيتش فولي 8×8 اثنين بيلعبوا مع بعض. اعتقد انها كمان على درجه كبيره قوي من التجانس، اي كره هتترفع لها هتحاول تتخلص يعني أي كرة تخلصها تتصرف يعني. التصرف الصحيح فيها. فانا بحيي دعاء الغباشي، عملت حاله في ريو دي جانيرو 2016 لما شاركت في الالعاب الاولمبيه، ومن قبلها هنا في الدوريات الدوري المحلي والكاس، واستمر هذا التالق. ان شاء الله يعني برضو هتكون عامل من عوامل اللي هتعتمد عليها تهاني توسن النهارده في الشمس. تهاني ده بس قدامنا، ده دي كاميرا النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت كانت بتجيب اللاعبات، بعض اللاعبات في النادي الاهلي بتركز عليهم كاميرات عشان الحركه، ده كان تسخين، ولسه هيعرضوا لنا حاجات كثيره كل فريق معانا النهارده في الاستوديو التحليلي. كابتن نجلاء، في زي ما دعاء الغباشي نجمه، عندهم علياء هاني نجمه كبيره، هي بتلعب في الاوبوزيت وبتقدر تشوط، وهي لعيبه منتخب مصر ومن الاسماء اللي طالعه في عالم الكره الطايره بقوه من نادي الشمس، تقولي عليها ايه النهارده النادي الاهلي يوقف علياء هاني ازاي؟ اولا علياء لاعبه مميزه جدا، ونجمه طالعه تبقى نجمه مصر في يوم من الايام ان شاء الله الرحمن بعون الله، لاعبه كويسه، تعتبر هي اللي مخلصه مباريات السجون، يعني كان تالق فوق العاده منها،
كانت هانيا بترفع لها الباسيره بتاعت نادي الشمس، كان اكتر الكور بترفعها لها باك وبتخلصها ومنتهى القوه. بتتميز بالارسال الفلوتر بتاعها، فلاعبه مميزه جدا جدا. لو الاستقبال النهارده بتاع توتو كان مميز او فرقه نادي الشمس الاستقبال بتاعها مميز، احنا هنتعب شويه. فانا بتمنى النهارده ان فريق الاهلي يلعب ارسالات قويه جدا ويعرف نقاط الضعف فين في نادي الشمس ويلعب عليها. تهاني النهارده بتلعب بخطه معينه، عندها 2 تغيير زي ما قالت كابتن منى عبد الكريم في الاول، ان هي بتستغل بسنت ان هي ليبرو اساسا عندها، بتستغلها لما بترجع سلمى شحتوته بتكون على الارسال، بتعمل تبديله بينها وبين بسنت، فبتنزل بسنت تلعب الارسال، بتتميز بالارسال الساحق، بتلعب ارسال قوي جدا وبتتميز بالدفاع. وفي نفس الوقت عندها اللاعبه فرح شوكت برضو سنتر بلوك، عندها ارسال قوي جدا جدا. فكابتن تهاني بتتميز ان بتعمل كل التغييرتين الخلفيه اللي بتيجي تحتاجهم في الارسال، اللاعبه فرح واللاعبه بسنت. تمام. كابتن منى دعاء عرفي كابتن الفريق، وهي صانعه العاب الفريق، ومعاها هانيا الشبيني، هم صناع العاب نادي الشمس، شايفاهم ازاي هيشتغلوا ازاي في ارض الملعب النهارده على فريق نادي الاهلي؟ هي هانيا بتشارك المره دي بصوره اكبر، وتهاني بتعتمد عليها. دعاء عندها خبره وهي اكبر لاعبه في نادي الشمس وكابتن الفريق، لكن النهارده الموقف صعب بالنسبه لهم برضو كقياده للفريق، يعني كصانع العاب دعاء عرفي لو نزلت النهارده اعتقد انها هتكون نقطه ضعف كبيره في نادي الشمس، مش عشان امكانياتها الفنيه، لكن دعاء مش طويله، دعاء يمكن طولها، دعاء عرفي طولها 167 سنتي، فطول ما هتبقى موجوده على الشبكه، طول ما هيبقى فيه ضغط على الشمس من ناحيه دعاء، هيبقى الضرب من ناحيه دعاء. فاعتقد ان دي نقطه كمان لو حصلت، اعتقد انه النادي الاهلي هيستغلها استغلال كبير جدا، لو دعاء موجوده على الشبكه هيبقى في ضرب كبير جدا من ناحيه دعاء من مركز 4 عندنا. نادي الشمس بيلعب بمركز 4 ومركز 2 اشول وايمن، احنا عندنا في النادي الاهلي مفيش اشول، كلهم بيلعبوا بالايد اليمين، هل ده يحصل اختلاف في ارض الملعب يدي الشمس بريفليج معينه ولا شايفه الموضوع عادي؟ لا بالذات في مركز الاوبزيت بالذات. لا هو مش بيدي بريفليج لنادي الشمس، لا بس احنا يعني المفروض ان البلوك الناحيه الثانيه من ناحيه عندنا في النادي الاهلي بيكون مظبط، عارف دايما اللعيب الاشول بيكون ليه نظام معين في طلوع البلوك. ف يعني ان شاء الله انا اعتقد ان يعني البلوكات النهارده برضو هي الاساس للفوز. يعني لو احنا مظبطين البلوكات بتاعتنا من ناحيه مراكز 4 ومراكز 2 وطبعا في السنتر، ده هيفرق معانا كتير جدا. وطبعا ضمت المركز 3 اذا كانت فريده او مريم مع الاطراف دي هتفرق كتير جدا. طيب فريده ونرجع سنتر بلوك تاني ومريم متولي، شايفه تشكيل المباراه كابتن نجلاء النهارده ممكن نبدا بمين؟ هو كالعاده زي كابتن حمدي بيبتدي كل مره، بيبتدي بشروق في واحد، الاوبزيت بتاعها ايا الشامي في 4، مريم متولي في 3، فريده العسقلاني في 6، اللعيبه كاترين في 2، نهله سامح في 5. شايفه كابتن منى ده تشكيل الامثل للنادي الاهلي النهارده؟ هو دايما ده بيبقى التشكيل الامثل للنادي الاهلي، يعني بتبقى فيه تبديلات، لكن التبديلات من باب ان الكابتن حمدي بيجرب، من باب انه اللاعب ده النهارده برده مش يومه، انت عارف ساعات بيبقى اللاعب يومه او مش يومه، فلكن ده هو اللي ثابت عليه كابتن حمدي الصافي سواء افريقيا او محليا بقاله فتره طويله. في ماتش الاهلي والزمالك الكره الطايره بالذات اتقال كده قدامي حاجه، يعني انا كنت طبعا كابتن عبد الكريم زي اسالها لك، قال ان الزمالك غير تشكيله الملعب، لف تشكيله الملعب، حط تقريبا ليبرو مكان بصير، يعني عمل حاجه كده. ازاي ده ممكن يحصل النهارده في ارض الملعب ولا بتحصل؟ انا عن نفسي ما يعني قبل ما ابقى بصيره كنت ضاربه، ولعبت منتخب على فكره وانا ضاربه، ولعبت منتخب وانا بصيره. فحصلت معايا في بطوله الامم الافريقيه سنه 89 في موريشيوس، كان عندنا خبير صيني استرهان وقتها، وكنت بلعب كل الماتشات. جالي قبل النهائي، كنا صعدنا قبل النهائي، قال لي منى انت مش تلعبي الماتش ده.
فقلت له هيغير حاجه على الشبكه آه. فمحتاج انه يعمل لخبطه. كنا بنلعب مع كينيا فقبل النهائي، فمحتاج ان هو يعني يخالف توقعاتهم ويخالف التشكيل، ان هو يعني بيفكر. بيحصل فيه دربكه فعلا في الموضوع؟ لو مش متمرنين عليها كويس او مش فاهمين ايه المقصود منها هيحصل دربكه، لانه بيبقى فيه ادوار وبيبقى فيه تغييرات في الملعب. فلو اللعيبه ما عندهاش التمرين الكافي او الفكره الكافيه او المدرب شرح لهم الفلسفه اللي بتحصل دي، واحنا مدربينا كلهم على فكره كانوا حريصين ان هم دايما يفهمونا هيعملوا ايه. فحصلت ان انا ما لعبتش قبل النهائي ورجعني تاني في النهائي في الملعب. طيب فما كل التغييرات اللي بتحصل دي ما فيش مشكله خالص، بس هي تغيير في التكتيك عشان يقدر يخلقل او يغير تفكير اللي قدامه. صحيح. شايفه ان كابتن تهاني او كابتن حمدي ممكن يعملوا حاجه النهارده جوه ارض الملعب يغيروا بيهم التفكير اللي بيلعبوا بيها في الناحيه الفنيه، ولا بيثبتوا التشكيل هما الاثنين؟ والله هو اكيد هو نزل بنفس التشكيل، بس لو حصل ان في خلخله في احد المراكز هو ما قدموش غير ان هو لازم ينقذ الموقف. يعني مش ما ينفعش ان اي مدير فني فيهم اكيد اكيد مش هنقدر نستنى لغايه ما النقط يعني تزيد او تطلع ورا بعض ورا بعض، فلازم بيكون التدخل يا اما بياخد يعني تايم اوت يا اما بيعمل تغيير على طول، علشان الماتش ده بالذات مش محتاج مجال ان احنا نعمل ريسك، ما فيش مخاطره، ما ينفعش اخاطر، لان انا عايزه اخلص ال 25 نقطه وابص للي بعده، انا عايزه اخد 3 جيم واخلص الجيم الماتش كله. تمام. كابتن نجلاب دايما بيكون في كروت او لاعبات بره ارض الملعب. المدرب في الوقت اللي بيتزنق فيه بيبتدي ينزلهم لارض الملعب، نشوف مين هنا وهنا في الاهلي او الشمس من وجهه نظري الكروت الرابعه اللي ناخدها من على الدكه تقدر تقلب نتيجه المباراه. احنا عندنا بالنسبه للاهلي عندنا اللاعبه ساره امين مركز 4. كويس. احنا عندنا 3 لاعبات في مركز 4 في الاهلي، عندي نهله سامح، كابتن نهله سامح كابتن الفرقه، عندي كاترين، عندي ساره امين، دول اساسي مركز 4. تمام. عندي في مركز 3 عندي مريم متولي وعندي فريده العسقلاني. ده التسخين من المباراه من ارض الملعب في صاله الامير عبد الله الفيصل لفرقه الاهلي وفريق الشمس، بيسخنوا قبل المباراه اللي هتنطلق تقريبا كمان 10 دقائق من دلوقتي. اتفضلي يا كابتن. عندنا بقول لحضرتك مركز 3 عندي مريم متولي وعندي فريده العسقلاني وعندي نرمين المنشاوي وعندي ميار، كل دي لاعبات مركز 3. عندي في مركز 2 ايه الشامي وعندي رنا وعندي مروه، 3 لاعبات في مركز 2. فاي لحظه او حصل اي خلل في اي مركز عنده اوراق رابحه كتير جدا كابتن حمدي ان هو يقدر يغير في اي وقت. تمام. بالنسبه لنادي الشمس احنا عند بتلعب دايما تهاني بدعاء الغباشي في مركز 4، الكروس بتاعها بتلعب يمنى او هنا المصري، وطبعا لاعبه هنا المصري لاعبه اصغر لاعبه في نادي الشمس، لاعبه مميزه جدا وليها مستقبل كبير جدا جدا جدا. النهارده كابتن تهاني على ما اعتقد يعني انا يعني من رايي الشخصي ان تهاني هتبتدي بهنا المصري النهارده الكروس بتاع دعاء الغباشي، عشان لاعبه مميزه جدا جدا، ولاعبه اللي زي ما كنا بنقول على ميدو كابتن ميدو كابتن محمد مصلحي، اللعيبه لما بيجي كان بيشوط من مركز 4 بيقف في الهواء، فاللعيبه دي بتتميز وان هي بتشوط بتبقى واقفه في الهواء ثانيه كده، بتبقى واقفه في الهواء قبل ما تشوط الكوره. ماشي اعذريني، تقف في الهواء ازاي؟ يعني انا بتاع هاندبول مش بتاع طايره انت عارفه. تمام. فيقف في الهواء دي صعب عليا. ضريبه 4 ما اقول حضرتك حاجه، ضريبه 4 لما بصراحه يعني بيعملوها لعيبه يعني عندنا عماد فاروق مثلا كان بيقف في الهواء، احمد صلاح بيقف شويه، توتو كانت بتقف شويه، ميدو محمد مصلحي بيقف شويه، محمد عبد الكريم كنت كان بيقف شويه. انا كنت مستنيكي ما تقوليش. يعني انا كنت هقول لك مش عارف تقولي ليه كريم. يا جماعه محمد عبد الكريم كابتن محمد عبد الكريم نجم النادي الاهلي، هو اخو كابتن منى الكبير في سنا عشان بس ما نقعدش نكبر في كابتن منى، لكن هو احد نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي فعلا، لعيبه كبار جدا جدا، بس هي دايما الاخوات ما بنتكلمش عليهم كتير جوه الهواء، لكن هو لازم يديله حقه، يستحق هو يستحق، هو واحد من اللعيبه يعني بشهاده الجميع في الفولي، يعني ما كانش يعني له نظير لغايه دلوقتي، كان لاعب جوكر، لاعب في كل المراكز، كان لاعب مؤثر رغم انه ما كانش اطول اللاعبين، لكن كان بيشغل مخه على طول في الملعب، كان بيتحرك كويس، ودي شهاده لله على فكره. طبعا دي حقيقه. بصوا انا هخرج من الحديث شويه عن الماتش السيدات واسال كابتن منى عبد الكريم بالاخص السؤال ده. كابتن منى، اول مره في حياتي اشوف لعيب يضرب ايديه اليمين يعدي ويضرب بالشمال، نفسي اعرف ازاي؟ كان محمد عبد الكريم. نعم. بصراحه يعني هو بدل ما يضرب بيمين
بيقوم معدي الكوره عايز اعرف ازاي بيعدي كوره عشان يضربها بايده الشمال ازاي. هو كان مميز فعلا يعني حقيقي مميز. كان مميز، كان بيستخدم يعني عايز اقول لك انه كان بيحب الفولي كمان، يعني كان ممكن يبقى متجبس وهو يفك الجبس لنفسه عشان يلعب ماتش يعني. دي حقيقة. حقيقي. على فكره على كلام محمد عبد الكريم بالذات، محمد عبد الكريم مرنا انا وتهاني توسن، كان عندنا طالعين بطوله ساتلايت في ايطاليا شواطئ. كبرتيه قوي كده. لا لا بتكلم، لا لا محمد بالعكس ده اخونا يعني، فكلمناه في التليفون انتوا هتلعبوا؟ كنا بنتمرن، كان في ملعب رمله في نادي الاهلي ورا ناحيه صاله الجمباز، فكنت بروح انا وتهاني بنتمرن، فجالنا محمد عبد الكريم وجاء ورانا سيستم معين في لعب الشواطئ ازاي. وبامانه احنا رحنا من غير اي هيد كوتش ولا اي حاجه وطلعنا ايطاليا ولعبنا بنفس السيستم اللي قال لنا عليه كريمو في التدريب بتاع الشواطئ. دي حقيقه يعني. كان مبطل كمان ساعتها؟ كان ساعتها مبطل، كان ساعتها يعني مبطل خالص. يعني هو متابع الفولي حتى لما بطل. سمعنا كلام كابتن منى عبد الكريم، دي حاجه بقى اقولها على الهواء مفيش مشكله خالص. كنت كابتن منى عبد الكريم امبارح بنحضر بقى الاستوديو ان شاء الله للمرحله اللي جايه للرجال، فسالت كابتن منى هو كريمو موجود ولا مش موجود؟ قالت لي هو موجود وسافر 30. والله صدقوني انا قلت لها كده يعني، هي ده حاجه لله. قلت لها كابتن منى خليه اخر يومين ثلاثه لان احنا هنستمتع بيه بوجوده معانا في الاستديو التحرير. حصل؟ حصل. طب وانا بلغته والله. مش هيقعد؟ قال لي هكلم كابتن خالد. خلاص خلينا نرجع تاني لماتش الاهلي والشمس. والنهارده قبل ثلاث اربع دقائق من انطلاق المباراه شايفه نقول ايه لعبتنا، ايه النقط المهمه اللي يخلي بالهم منها جدا جدا عشان نعدي مباراه الاهلي والشمس؟ اولا لازم نهتم جدا بالاستقبال، وهو ده الاساس يعني. وانس ان انا عندي الارسال واصل، الارسال والاستقبال وصل للباسير، الباسير هيقدر يعمل اي فنت هو عايزه، مش هيبقى فيه اي مشكله ليه. فالنهارده لازم الاستقبال يكون مظبوط جدا، التغطيات، البلوكات، الارسالات، والله هو المفروض ان احنا كل المهارات لازم النهارده تكون 10 على 10. ولا مهاره؟ ما فيش مجال، ما فيش مجال. لو في مهاره وقعت هيخترق، هتخترق على طول، هتخترق. كابتن نجلاء رايك ايه اخر كلمه تقولها للبنات النهارده قبل ما ينزلوا على ارض الملعب؟ اتمنى الضغط السريع ومن الاول، اضغط بالارسالات واقفل بلوكات كويس جدا جدا. الموضوع هيختلف تماما، احنا لو سيبنا الشمس في الاول طلعوا علينا هيحصل حاله دروب عندنا، فاحنا مش عايزين الحاله دي خالص. احنا عايزين ندي دافع نفسي عالي جدا لفرقتنا، نضغط بالارسالات والكره الاوليه تبقى كويسه جدا ان شاء الله. كابتن منى نجمتنا تقول لنا ايه بقى قبل ما ننطلق المباراه سريعا عشان نطير الملعب المباراه؟ اقول انه لاعبات الاهلي لازم يفكروا كتير في الماتش، في كل نقطه يفكروا يتخذوا القرار السريع الصح. يعني مش سريع بس، لكن سريع وصح، علشان ده هيفرق كتير قوي انه يكون الماتش مريح شويه بالنسبه للنادي الاهلي. يا رب على بركه الله، توكلنا على الله للمباراه المهمه والمرتقبه الاهلي والشمس. نجومنا قالوا كل الارسالات، الاستقبال من كل حاجه، كل حاجه في الكره الطايره لازم ان شاء الله تكون النهارده كويسه. مباراه لا تقبل الاسم على اثنين. هنروح لكارت تعريف المباراه ثم نطير الى ملعب المباراه مع معلقنا الجميل الكابتن اسامه ابو زينه. كارت المباراه قال ايه النهارده يا استاذ شيماء؟ اتفضل.